خليني أبدأ آخذ أسئلة من خانة الأسئلة اللي تحت يا جماعة. حناخذ كذا، يلا بينا. حنحاول ناخذ كذا سؤال، عندنا تقريبا 7 دقائق، حنحاول ناخذ كذا سؤال ونجاوب إجابات قصيرة عشان نلحق أكثر قدر ممكن منهم. إيش هي أكثر يلا حلقتك المفضلة أحمد؟ هعتبر ان البيت حلقة واحدة واقول لك هي البيت، يعني الاولى والاخيرة أتفق معك، نفس الإجابة بالنسبة لي. بالضبط. طيب إيش في لما كمان؟ علينا عميدك يا رب. طيب في بتجيني أسئلة كثير إحنا جاوبناها خلال النقاش. طيب في واحد، رأيك في الأطفال بشكل عام أحمد؟ ده سؤال مهم وكنت عايز اتكلم عن النقطه دي فعلا. بليز. كانوا لزاز جدا وموفقين جدا، بس اعتقد ان هو ادائهم كان محتاج يبقى فاكر اكتر، لانه يمكن انا وانت اتكلمنا في النقطه دي، كنا محتاجين نحس بمدى الحميميه والانسجام بينهم اكتر، لان هم الابطال، هم الابطال الاساسيين بتوع المسلسل، بس هم صغيرين، هم رئيفه، هم رفعت، وهم رضا. رضا طبعا كان هايل، احمد داش ممثل هايل، بس لو استثنينا داش بتكلم على الباقي، اعتقد ما كانش في بينهم حماميه لازمه. وعمرو على فكره، عمرو سلامه شاطر في المنطقه دي، وكان عاملها ببراعه جدا في لا مؤاخذه، واللي منها طلع احمد داش اصلا، كان يعني اثبت سيطرته على الاطفال وتوجيههم كويس وادائهم. وهو هنا في المسلسل، مش عايز اقول انه كان وحش، مش معنى كده انه كان وحش، بس اعتقد كان في درجه اعلى كنا المفروض نشوفها من الانسجام بينهم وحاله النوستالجيا الجميله دي. عظيم. طيب في واحد بيقول لك يا أحمد، هو لوسيفر بيعمل في رفعت كده ليه من بداية الموسم؟ والله ده سؤال، ده سؤال وجودي. يعني هو ترجمة السؤال ده، هو الشيطان بيعمل في بني ادم كده ليه؟ هو الشيطان ده عايز مننا ايه؟ الشيطان ده عايز مننا ايه؟ والله يا ريت، انا نفسي عندي اجابه على السؤال ده، بس هو فعلا احنا لو اسقطناها على علاقه الانسان بالشيطان، ما هي دي، هي العلاقه دي. صحيح، إجابة موفقة، شكرا لك. طيب في واحد بيقول لك، ليش لهجات ما بين رفعت وأخوه رضا مختلفة؟ أتوقع الإجابة واضحة. والله رفعت، لانه رفعت عاش في المدينه، يعني ما احنا في بيوتنا عندنا الكلام ده، يعني بيبقى في شخص سافر، ساب البيئه الريفيه وراح للمدينه وعاش فيها فتره، فبقى يتكلم بشكل طبيعي، ولسه اهله زي ما هو بيتكلموا بالشكل، بالطريقه اللي هي الفلاحي او الريفيه، فده واضح ومتعارف عليه. عظيم. في واحد بيمدح في الجرافيك تبع النداهة نفسها، المخلوق اللي كان على المية، تتفق معهم؟ كان يعني ربنا كرمه بشكل كبير، يعني ما كانش عنده نفس المشاكل بتاعت العساس، وبنفس المشاكل بتاعت مين تاني، الجاسوم، كان جميل شكلها لطيف يعني. جميل. طيب في، وهذا برضو لاحظته، في ناس برضو بتتكلم عن نطق ماجي للعربي، مفروض حروف ما حدش ينطقها زي رفعت وخلاص الكلام. أنا بشكل شخصي أعتقد لأنه إحنا كنا نقرأ ماجي بالعربية الفصحى، فمرة صعب علينا نتقبل حاجة باللهجة المصرية المكسرة اللي عملتها ماجي في المسلسل، بس أعتقد إنه لو أحد ما قرأ الروايات مو مش حيتضرر زي القارئين، تتفق معايا؟ انا شخصيا ما تضررتش، يعني ما عنديش مشاكل، ما يعني هو ممكن، بس يعني ما ده نوع معين من اصطياد التفاصيل، زي الاخ الشهير اللي قال لك الماسوره دي كانت سنه كذا، اكيد شفت البوست ده، الماسوره اللي ورا رفعت كانت، طب يعني ما ماشي، ما شكرا يعني، فعلا شكرا، بشكرك. لما نيجي نشتري مواسير الجايه في المشاهد الجايه حنكلمك، هنكلمك. حتبقى مواسير سوبرفايزر في الست. ده كتب في التتر كده. طيب بتقول لك ظهر في الآخر إنه شيراز كانت بتحاول تساعد رفعت، بس ده ما حصلش في النداهة، كانت السبب في وفاة أخوه. أنا أعتقد فكرة إنه شيراز كانت بتساعد رفعت من البداية، من الحلقة الأولى، فيها عليها بعض المآخذ، إيش رأيك أحمد؟ هي يمكن كانت سبب في وفاة أخوه، بس السبب غير مباشر، يعني هو نيتها ما كانتش كده، لأنها برضه هي مش شخص مسيطر، يعني ما هياش القدر،
هي بس كانت بتعمل من وجهة نظرها ممكن يساعد، بس ده ادى في الاخر لشكل ممكن يكون مخالف لنواياها او خططها يعني. بس عظيم. هو في الاخر، في الحلقه الاخيره اسقط الموضوع او سلم الموضوع كله للوسيفر، وطلعت لحظه الكشف ان شيراز اصلا كانت بتحاول تساعده، وده كان بلوت تويست لطيف يعني. جميل. طيب ايش في اساطير من الروايات تحبها انت يا احمد على المستوى الشخصي ونفسك تشوفها على الشاشة؟ كتير بصراحة يعني، أنا كنت دايما بعتقد إن أسطورة بيت الأشباح ممكن تبقى فيلم هايل، فيلم مليء بالسسبنس والإثارة والغموض، اللي هي اللي كانت بتحصل كلها في الطيارة. في أسطورة مملة بحبها جدا، في أسطورة رفعت عظيمة، أسطورة أنا رفعت مستني أشوفها، أنا مستني أشوف أسطورة رفعت فعلا وتتعمل دراما حلوة جدا. جدا جدا. طب ودي برضو من الحاجات اللي فيها لعبة الرمزيات والفلسفة، فيها جزء فلسفي جدا. طبعا. كل حلقات الرعب تبقى حاجات هايلة يعني، تبقى أفلام هايلة أو مسلسلات هايلة يعني. بعد منتصف الليل، وراء الباب المغلق، جانب النجوم طبعا، بس جانب النجوم محتاجة يعني برودكشن. بالظبط بالظبط يعني، عمل يس. ملحمي كبير جدا ومهم، محتاج يعني رؤية بصرية ب 2000 جنيه ونص مثلا، أغلى شوية. عظيم. طيب احمد، انا مره مره سعيد بوقتي معك، انا باقي لنا تقريبا دقيقه او دقيقه ونص ولازم نختم، ممكن انا وبعدها انا وانت على جنب نرغي، بس لازم أكيد نختم أكيد هنا، فدينا كلمه اخيره للعشاق والمشاهدين. والله. هو يعني في خلاصة الموضوع كله، التجربة تجربة تستحق الاحتفاء. المسلسل فيه حالة بعث لرفعت، البطل الوحيد أعتقد في عالمنا الروائي كله اللي اتعمل له حفل تأبين لما مات، حفل تأبين حقيقي، وكان فيه تظاهرات على النت. فرفعت مش مجرد مسلسل، يمكن كتبت البوست ده قبل نزول المسلسل بساعات، كتبته عندي، مش مجرد مسلسل. رفعت شخصية محفورة في وجداننا وعشنا معاها كتير، وفي خيالنا وأحلامنا وانفعلنا بكلامه. فهو حدث بالنسبة بيعبر عن جيلنا كله، بطل استنينا نشوفه من زمان، بيعبر عن جزء كبير من أفكارنا، شخصية يتقال فيها كلام كتير. فجزء من احتفالنا بالمسلسل مش بس الفنيات، هو الموضوع ده، حالة النوستالجيا. وطبعا على فكرة أنا عايز أتكلم في فكرة إن هو، أنا اختبرت المسلسل على ناس مش من قراء الروايات، واتبسطوا جدا وانفعلوا بيه، ومن فئات عمريه مختلفه، عشان بس اللي بيقولوا ان المسلسل معمول للي قروا بس، لا الموضوع ده مش صحيح. واستفتيت، عملت استفتاء عندي على الصفحه، وكتير جدا اتكلموا مش من قراء، عجبهم جدا. وفي ناس في الستينات والسبعينات والخمسينات وصلني ارائها واتبسطوا جدا. فاذا هو خرج دكتور احمد هنا، خرج من الاطار الضيق اللي كان محبوس فيه الحمد لله، لاطار اوسع وارحب على مستوى الفئات العمريه، وعلى مستوى اللي بيقروا او لا، وعلى مستوى العالم كله في بلاد تانية يعني. فده انتصار عظيم جدا، واتمنى السلسلة تاخد كل حقها في التجسيد كاملا يعني، كل اكتمال دكتور احمد طبعا. نعم، الله يرحمك يا دكتور أحمد، وأنا أتفق معك طبعا كثير في فخري واعتزازي بأنه أخيرا في أدب عربي تربيت أنا عليه وألهمني، وشفته راقي أخيرا اتعمل على شاشة بطريقة راقية، بطريقة أقدر أفخر فيها قدام الأجانب، أقول شوفوا ده إحنا، يا ده اتعمل من ورق أصفر كتبه راجل دكتور من طينتي من ثقافتي، فأنا مرة فخور جدا جدا جدا، وزيك منحاز لكثير أشياء داخل المسلسل، والعمر كفنان، والأحمد أكيد، والشخصية رفعت ووجودها أمامنا. وتحياتنا ليهم كلهم طبعا. بالتأكيد، يعطيك ألف عافية، أنا فخور برضو بمعرفتي بيك، أنا تشرفت بيك جدا يا أحمد، ربنا ووجودك يخليك، شرف أثر لي أنا وياي كمان. جدا جدا جدا. فقل للناس فين ممكن يلاقوك غير على إنستغرام، هنا أنت فين برضو متفاعل ونشط؟ أنا نشط أكتر على فيسبوك، ولسه ببدأ أشق طريقي يعني في انستجرام، مش مركز فيه قوي، بس هبدأ أعمل كده. وعلى فيسبوك نشط أكتر جدا، وفي عظيم. الحياة العادية أنا موجود بره السوشيال ميديا يعني، تمام، بعمل مسرح وبعمل حاجات، فنبقى مع بعض إن شاء الله. عظيم. فولو احمد على انستغرام وعلى فيسبوك عشان تشوفوا اخر اعماله، وانتظروني باذن الله قريبا حاعمل مراجعه للمسلسل على يوتيوب. شكرا جزيلا لكل من تابعنا خلال هذه الساعه، ونشوفكم باذن الله على خير. يعطيك العافيه احمد شكرا جدا يا برو، حبيبي، باي باي باي. باي.